جزيرة في وسط المياه من سن 7 سنين بدأت حب الصيد من واحنا أطفال، هي دي البداية. طه إبراهيم درويش، جمهورية مصر العربية. الفل للناس الكل، حلقة استنيتوها كتير، حلقة دي موجهة للبيجنر اللي هو المبتدئ، الحلقة دي موجهة اللي عايز يبدأ كاستنج او لايت جيجينج او شور جيجينج، والبادجت بتاعه او الامكانية بتاعت الفلوس بتاعته مش عالية الميزانية يعني، هتلاقي الجواب عندي في الحلقة دي. دي مكاين دايوة فئة السعر الاقتصادية. لما بتكلم بقول فئة سعر اقتصادية، فمش بس فئة سعر اقتصادية، انت هتاخد مع السعر الاقتصادي او اللو بادجت هتاخد معاها مواصفات عالية مش بس سعر اقل. خليني اقول لك وعيد نفس الكلام اللي قلته في الفيديو اللي فات لو اول مرة تشوف الفيديو. المكاين بتاعت الصيد دي زي العربيات او زي السيارات، تمام؟ كل ما بتدفع اكتر كل ما بتاخد اوبشن اعلى. فبتبتدي المكاين الاقتصادية، بعد كده الفئة المتوسطة، بعد كده الفلاكشيب او الهاي اند اللي هي دي بتبقى اعلى حاجة. فكل ما بتدفع في المكنة بتاخد مواصفات اعلى، زي الوزن بيكون اقل، بيكون الدراج اعلى، خصائص كتير بتكون موجودة في المكان. كل ما بتدفع كل ما بتاخد اكتر. المكان اللي قدامي دي 2021 من شركة دايوة، 4 مكاين، كل سايز او كل ماكينة منهم عندنا موجودين، الاثنين سايز. هو بيبقى موجود من اول الالف، الالفين وخمسمية، التلات تلاف، الاربع تلاف، وسايز الخمس تلاف. اللي متوفرين في بلو ووترز مارين، وكيل دايوة في الامارات، مكاين دول مقاسين التلات تلاف والاربع تلاف. خلينا ابدأ معاكم في الاقل، في الافضل، في الافضل، في الافضل من حيث المواصفات. وطبعا الشباب اللي سألوني في الكومنت، وشكرا على انك بتتفاعلوا معايا وبتسالوني في الكومنت على الاسعار، انا هقول السعر بالدرهم الاماراتي او الريال السعودي. طبعا تقدر تحوله عن طريق التطبيق او سعر الصرف للجنيه الاماراتي، الجنيه المصري سوري. شباب انا كشركه الووترز مارين بنشحن لاي مكان في العالم، عشان الشباب اللي سالوا هل تقدر تشحن، بنقدر نشحن لأي مكان في العالم، يمكن ما عدا دولة أو دولتين، هم دول اللي يعني ما فيش فيهم أو ليهم شحن. فيما عدا ذلك بنشحن، وتقدر تدفع عن طريق البي بال، أو هسيب لكم رابط الويب سايت بتاع بلو ووترز مارين تحت الفيديو، تقدر تدخل وتشوف منتجات كتير، سواء لورز، أصابات، خيوط، حاجات كتير جدا 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 هتلاقوها على الويب سايت. بس المكاين دي لسه ما تعمل لهمش ابلود على الويب سايت. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع اول ماكينة. اول ماكينة عندي الكروس فاير. الكروس فاير دي غير الكروس فاير اللي انا عملت عليها مراجعة قبل كده. للأسف الشديد الكروس فاير دي هم قللوا البيرنج فيها. كانت الكروس فاير اللي قبل كده كانت تريبل بيرنج، غيروا اللون. الجميل في الموضوع ان هم شالوا الانتي ريفرس. نفتح معاكم جيل 4000 زي ما انتم شايفين، تمام. ال 4000 سعرها بالدرهم الاماراتي او بالريال السعودي 216 درهم او ريال سعودي. دي الماكينة زي ما انتم شايفين، زرار الانتي ريفيرس الحمد لله شالوه. مقاس ال 4000 بتاخد 300 متر 1.5
في شركات ما بين 25 ال بي او باوند لحد 29، وفي بعض الشركات 30. فبتاخد 300 متر خيط بالنسبه لل 1.5 بي اللي هو سايز ال 4000. زي ما انت شايف المكنه اهي، شايف اللون لونج سبول. طبعا يا جماعه المكان دي كلها لونج سبول، فبتساعد انك في عمليه الكاست ترمي ابعد. كل ما السبول ده او الحله دي كانت اطول بتقدر ترمي معاك زي ما كاين السيرف كاستنج اللي هي بتاعه الشواطئ او الطعوم، اللي هي بتعتمد ان السبول بتاعها يكون طويل عشان ترمي ابعد. كل المكان اللي انتم شايفينها قدامكم نفس الجريشو اللي هو 6.2 اكسترا هاي جير. كل المكاين اللي موجودة قدامكم دي كومباكت، كومباكت يعني مقارنة بأي براند تاني أصغر في الحجم من فئتها. يعني انت بتحصل الاربع تلاف هنا لو قارنتها بشيمانو أو بن أو أكومة بتلاقيها ستيل أصغر كبادي. تمام، نخش في المواصفات التانية غير الجريشو. نشوف الوزن بتاعها. المكاين لسه وصلة امبارح، اعذروني مش محضر، فهنبتدي نقرا من على البوكس. الوزن بتاعها 290 جرام. كل الدراج في الاربع مكاين ماكس دراج بتاعها 12 كيلو. للاسف الشديد وان بول بيرنج. كل المكاين ميد ان فيتنام. ده بالنسبه لسايز ال 4000. سايز ال 3000 بالدرهم الاماراتي او الريال السعودي 195 ريال او درهم. تمام، نفس الموضوع عشان ما اقعدش ازيد واعيد في الموضوع. الجريشو 6.2 الوزن بتاعها 260 جرام. الدراج 10 كيلو، يبقى خليني اقول لك سايز 4000 الدراج الماكس دراج 12 كيلو، سايز 3000 في كل المكاين 10 كيلو. نفس الموضوع وان بول بيرنج. خلينا اشوف لك نفس الشيء المكنة أصغر. طب نيجي للكباسيتي لاين، أو بتاخد قد إيه بريد، أو بتاخد قد إيه خيط. بتاخد قد إيه خيط؟ بتاخد 1 بي إيه اللي هو 20 باوند أو 20 ال بي 300 متر. دي ال 3000. تمام؟ دي ال 3000. نفس الشيء البادي أصغر، السبول أصغر. جماعة تاني وتالت ورابع. الناس المحترفة مش هتفيدهم الحلقة دي. انا بتكلم عن مكاين اقتصادية، او واحد لسه مبتدئ، او واحد صياد وكل حاجة بس الميزانية بتاعته قليلة. تمام، فدي التلات تلاف. خلصنا كده من الكروس فاير، هندخل على الاعلى منها. والاعلى بمعنى لما بقول اعلى الوزن اقل والبيرنج اكتر. تمام، ندخل على الاربع تلاف. الاربع تلاف نفس الموضوع، كريشو 6.2 ال 4000 وزنها 290 جرام، سعرها بالدرهم الاماراتي او الريال السعودي 263 درهم. الدراج زي ما قلت في ال 4000 12 كيلو، ودي بتيجي 3 بول بيرنج. 3 بول بيرنج، الاول واحده الكروس فاير كانت 1 بول بيرنج، ودي 3 بول بيرنج. نشوف الماكينة مع بعض اهي. الشكل طبعا كل ماكينة كالرفول، الوان كل واحدة ليها اللون بتاعها. نفس الشيء ال 3000 او ال 4000 نفس اللون، نفس مقاس الخيط في الكروس فاير، هو نفس المقاس بتاع اللاجونة اللي هو 300 متر 1.5. 3000 بتاخد 300 متر 1 بي اي. تمام، فنفس الموضوع كل المكاين لونج سبول. ال 4000 الوزن بتاعها 290، وال 3000 260 جرام. ال 4000 الماكس دراج بتاعها 12 كيلو، وال 3000 الماكس دراج بتاعها 10 كيلو. مش عايز اعيد الكلام تاني، نفس الموضوع. تمام، زي ما انتم شايفين طبعا هم كاتبين لونج كاست عشان السبول
أطول فبتساعد في الرمي. أوكي، نيجي للأجريست. أجريست هي ما تغيرتش، تمام. احنا قلنا هنا 3 بول بيرينج، الأجريست أعلى 4 بول بيرينج. التلات تلاف 10 كيلو الدراج، الوزن بتاعها 230 جرام، الجريشو بتاعها 6.2. نفس الشيء لون كاست، المكاين كلها الهندل بتاعها ألمونيوم فقوي جدا. الأربع تلاف 255 جرام، ماكس دراج 12 كيلو، والبيرينج 4 6.2. نفس الموضوع، 263 درهم أو ريال سعودي للتلات تلاف، و 294 درهم للأربع تلاف. ونيجي نشوف الماكينة مع بعض. نفس الموضوع، بس للأسف الشديد الأنتي ريفرس، دول من غير أنتي ريفرس وده في الأنتي ريفرس. ده الشكل بتاعها، نفس مقاس الخيط، هو بتاع المكان كلها 3000 1 بي اي، ال 4000 300 متر 1.5. فدي الماكينة اهي، نبتدي نشوفها. طبعا التي لايت اند تاف، لايت يعني الوزن قليل وطاف، ان الدراج بتاعها عالي. شايف الماكينة كتير سموز برغم ان هي فور بول بيرنج. دي المكان، مكان الاقتصادية دي يا شباب مفيش فيها ماكس يلد، مش زي الفئة المتوسطة والهاي اند. بس اللي لسه بادئ بصراحة هتقضي معاك الغرض، هتقضي معاك الغرض. ضرب عليك أروس، ضرب عليك لاج لوت، ضرب عليك كوبيا، ضرب عليك دركات، ضرب عليك كابريتا او البونيتو، كل ده المكاين اللي انتوا شايفينها قدامكم دي هتصد معاه. مش محتاج حاجة اكتر من 10 و 12 ماكس دراج، كل السمك اللي انا قلته دون هيصد معاك، سواء هتصطاد من على المركب او من البوت او من الشط، سواء هتشتغل بيها كاستنج او هتعمل بيها لايت جيجينج او شور جيجينج. ممتازة بالنسبة لواحد لسه مبتدئ، تاخد لك مكنة زي دي، تاخد لك قصبة بنفس الفئة السعرية، هتاخد لك خيط خلينا اقول لك 125 مثلا درهم اماراتي او ريال سعودي، بقى عندك سيطب ولا اروع. صدقني ما تروحش تدفع في حاجات صيني معمولة في بير السلم، والله انا مش مستفيد حاجة ولا عندي تارجت ولا باخد كوميشن. الكلام اللي انا بقوله في قناتي ده محدش بيحاسبني عليه، انا بنصح الناس الصح من خبرة اتعلمتها ودفعت فيها فلوس. يعني موضوع الخبرة ده كلفني فلوس عشان اتعلم الخبرة اللي هي عندي. فمش بدفعك باتجاه تشتري حاجة وهي وحشة او وهي سيئة او حاجة، لان بشوف برضو في التعليقات، مش عايز اظلم الناس، في ناس يعني للأسف الشديد نفوسها مش صافية. مش بعمم طبعا، انتوا على راسي وكل حاجة، بس انا بدفعك من واقع الخبرة. جماعة الاسعار اللي انا بقولها دي هتروح تجيب بيها من علي اكسبريس مكاين بتتعمل في بير السلم ما انزل الله بها من سلطان. البراند براند مهما كان الفئة السعرية بتاعته، البراند براند مهما كان الفئة السعرية بتاعته، سواء اقتصادي، سواء فئة متوسطة، او سواء هاي اند، البراند براند ايا كان البراند. مكاين بقى ما انزل الله بها من سلطان صيني وتلاقي مكتوب عليها ماكس دراج 30 كيلو و50 كيلو، يا جماعة ده كلام خزعبلي، كلام خزعبلي. ما تخليش حد يضحك عليكم، ارجوكم ما تخليش حد يضحك عليكم. كلام اللي بيتكتب وبشوفه في اعلانات علي اكسبريس وبشوفه عند بعض الناس وفي بوستاتها كلام خزعبلي. البراند براند مهما كان، الشركات دي فاتحة وعندهم مطورين
وعندهم تيستر اللي هم مجربين المكنة دي عشان امسكها في ايدي عدت على 100 واحد قبلي عشان تخرج المكنة دي، فمجربة معروفة، معروف ماهيتها ايه، قطع الغيار متوفرة ومش لكن اللي انت بتروح تجيبها من علي اكسبريس دي وتوصل طلعت اصطدت بيها مرة، والله شفت مكاين طلعت صيد واحدة. يا جماعة ما تخليش حد ياخدك في سكك تانية. نرجع للموضوع، فدي الاجريست، قلنا كروس فاير لجونة واجريست، ودي الاجريست زي ما انتوا شايفين. خلينا اتكلم عن اللي جالس. اللي جالس الميزة اللي فيها حتى لو انت واحد بروفيشنال وعندك قصبة في البيت تمام، عايز تحط عليها ماكينة وهتديك يعني شغل محترم برغم ان هي من الفئة اللي تحت، روح للي جالس. اللي جالس غيروا شكلها تماما وكليا. موديل 2021 لو انت شفته حاجة خرافية صراحة، انا عجبني سواء الديزاين او اللون رهيب. نفتحها مع بعض ونشوف سعرها كام. اول حاجة سعرها 3326 درهم اماراتي او ريال سعودي، وال 4347 درهم اماراتي او ريال سعودي. شوفها مع بعض. ماكينة جماعة مط لونها بنقول عليه الاسود المطفي، الاسود المطفي او اللون اللي هو الاسود الفحم تمام، زي ما انت شايف. ودي تقدر تغير لها النوب، الثلاثه دول ما تقدرش تغير لهم، لازم تفتح، لكن دي تقدر تشيل دي وتغير. شايف المكنه عامله ازاي؟ تحفه فنيه روعه، انا صراحه شايفها روعه. طبعا البيرنج دي اعلى واحده فيهم 5 بول بيرنج، دي اعلى واحده فيهم 5 بول بيرنج. هتيجي تشوف معايا الوزن 4235 جرام بس، 235 جرام بس، ال 3210 جرام، 3000 زي ما قلنا في الباقي الماكس دراج بتاعها 10 كيلو، وال 4000 12 كيلو. موضوع برضو ألمونيوم هاندل اللي هي دراع الألمونيوم ده، وكتير قوي. شايف المكنة يا جماعة سلسة روعة، الماكينة روعة 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 صراحة. أنا نفسي وعندي الحمد لله مكان هاي اند كتير، صراحة بفكر أخدها، يعني بفكر صراحة أخدها. روعة تحفة، طالع للخباط طالع للدراك في اسكندرية، روعة صراحة، أداء ولا أروع تمام. أنا شايفها بصراحة بالنسبة لسعرها واو، بالنسبة للونها الديزاين الشكل تحفة تحفة بصراحة. هتكفي وتوفي، كفي وتوفي شط، هتكفي وتوفي اللايت، شغل اللايت، اللايت جيجينج اللي هو منتشر في الخليج، خدت بالك؟ ممتازة زي ما انا قلت، بتاخد 300 متر خيط و 1.5 من الشط، it's more than enough، يعني كافي جدا. مكاين يا جماعة ال 2021 من دايوة بتقدم سعر ولا أروع، أداء عالي وراقي، مش بقول لك أي كلام. مقارنة بالسعر قارن، مش تقول لي السعر، السعر دايما مقارنة بالأداء، مقارنة بالمواصفات. في مكاين ب 300 درهم، في مكاين ب 2900 درهم، نفس الدراج، بس تمسك الاثنين اول ما تمسك في ايدك خدت بالك هتحس انت نفسك بالفرق. جماعة بلاش تروح تدفع في مكاين صيني ما انزل الله بها من سلطان. الفلوس اللي انت هتدفعها هنا بعد الشحن والجمارك ولب لب 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 لب، هتاخد دي وتفك عمرك، هتاخد دي وتريح راسك وتنزل تنبسط. الصيد معمول to have a fun to enjoy،
تستمتع طالع عينك طول الأسبوع شغل، تروح للصيد عشان تروق على بالك، تروق على بالك مع مكاين دايوة الجديدة 2021. وآسف للإطالة وآسف إن اتأخرت في المراجعة، وأشوفكم في حلقات تانية جديدة. كان معاكم طه درويش من فيشنج روك تي في، أشوفكم على خير، في أمان الله.